هذا وبدأت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس، وذلك حسب وكالة رويترز. هذا وقد هري عدد من الأمهات والآباء الفلسطينيين إلى مستشفى ناصر لحماية أبنائهم من المرض. كان عندي خوف وتوتر لأنه هذا إشي بخوف طبعاً، شلل الأطفال، ويعني حرام الإشي هذا، يعني لا بتحرك، وإذا شلل الأطفال بيعمل بتحركوش ولا بياكلوا ولا بيشربوا، يعني بضل طول العمر فيهم، صح ولا لا؟ فإشي بخوف هذا. أول ما أعلنوا عن بدء الحملة لتطعيم ضد شلل الأطفال جيت أنا في البداية، صحيح كان عندي تخوفات كبيرة من أنه أول شيء أنه لا سمح الله أنه ممكن يصاب بهذا المرض، وتخوفات أنه ما يكون آمن. الحمد لله يعني بعد ما أكدوا أنه التطعيم آمن وتمكنت اليوم أنه أجي وأخذ هذا التطعيم لابني، جيت كأول طفل يأخذ هذا التطعيم. إن شاء الله هذه أول جرعة، وبعد 4 أسابيع في جرعة ثانية إن شاء الله هاجيب ابني ويأخذها، وهيك إن شاء الله بكون أخذ الجرعة كاملة اللي ممكن تقيه من أي أمراض ممكن تصيبه لا سمح الله خلال السنوات القادمة.